السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون تقويم تعلمات الأسدس الثاني ودعمها، الأسبوع 33. السؤال الثاني: ما الطرفان المتحاوران في النص؟ الطرفان المتحاوران في النص: الفراشة، كبيرة السنابل. السؤال الثالث: ما الذي أثار الفراشة؟ وما الذي أحزن السنبلة؟ وكيف سرقت الشمس ماء الغدير؟ أثار الفراشة لون كبيرة السنابل وتوقفها عن التراقص. الذي أحزن السنبلة هو جفاف الغدير الذي بجانبها وتجعد وجهه. سرقت الشمس ماء الغدير عن طريق تبخيره. السؤال الرابع: ما العبارة التي خففت بها الفراشة حزن السنبلة؟ العبارة التي خففت بها الفراشة حزن السنبلة: لا تحزني يا صديقتي، إنه الصيف. لا تحزني، فالحصاد كالعملية الجراحية، فيه شفاء لك. السؤال الخامس: ما العبارة الدالة على أن السنبلة كانت تتراقص دائما؟ العبارة الدالة على أن السنبلة كانت تتراقص دائما: ما لك لا تتراقصين ولا تتمايلين كعادتك كل صباح. السؤال السادس: لماذا وردت كلمة باستمرار في الجملة؟ ردت الفراشة وهي مبتسمة باستمرار. وردت كلمة باستمرار في الجملة: ردت الفراشة وهي مبتسمة باستمرار، لأن في النص وردت جملة: ردت الفراشة مبتسمة، وكلمة باستمرار تدل على أن الفراشة محافظة على ابتسامتها. السؤال السابع: أشكل الفقرة الأولى من النص. اقتربت الفراشة من كبيرة السنابل فوجدتها مصفرة الوجه وقد توقفت عن التراقص فقالت: ما لك حزينة لا تتراقصين ولا تتمايلين كعادتك كل صباح. السؤال الثامن: أحول الجملة إلى المثنى المذكر والمثنى المؤنث والجمع المذكر. جاء الحصاد الذي يحب السنابل. أحول الجملة: جاء الحصاد الذي يحب السنابل إلى المثنى المذكر: جاء الحصادان اللذان يحبان السنابل. المثنى المؤنث: جاءت الحصادتان اللتان تحبان السنابل. الجمع المذكر: جاء الحصادون الذين يحبون السنابل. الجمع المؤنث: جاءت الحصادات اللواتي يحبن السنابل. السؤال التاسع: أضع إن مكان كان. كان الغدير جافا. إن الغدير جاف. السؤال العاشر: أضع كان مكان إن. إن الضفادع مهاجرة. كانت الضفادع مهاجرة.